أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأولى حواراتنا في هذا الصباح اللي هنتكلم فيه عن أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية، وأهمية شعور الناخب بأهمية صوته ومدى تأثير صوته الإيجابي في العملية الانتخابية. يمكن غدا وبعد غد بتنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وانتهت كافة المحافظات المشاركة في هذه المرحلة من جميع التجهيزات وكافة استعدادات لإنجاح الانتخابات، وعلى الجميع أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطي ويكتمل لاستحقاق الدستوري. معنا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة ولاء نعمة الله، رئيس وحدة البرلمان بجريدة الوطن، علشان نتكلم عن أهمية المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نبدأ حوارنا مشاهدينا، خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. وسط استعدادات أمنية مكثفة، تأتي أهمية المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب التي ستنطلق غدا وعلى مدار يومين في 13 محافظة تحت إشراف 12 ألف قاد في 9468 لجنة فرعية. وفي هذا الإطار يشدد البعض على أهمية المشاركة في الانتخابات لاختيار نواب الأمة، خاصة من لديه القدرة عن التعبير عن مشاكل وهموم المواطنين وطرح مشروعات قوانين تصب في خدمة المجتمع. وأكد آخرون على أهمية المشاركة لاختيار أعضاء مجلس النواب لضمان اتخاذ قرارات مصيرية وإجراء تعديلات معاصرة تلبي طموحات الشعب. وأضافوا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب خطوة ضرورية على مسار إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وفي نفس السياق، أكد البعض على أن مجلس النواب المقبل يقع على عاتقه العديد من التحديات والمهام، من بينها إنجاز مشروعات القوانين التي تعزز مسار البلاد نحو التنمية والازدهار، خاصة في ضوء الدور المنوط بأعضاء المجلس في مراقبة أداء الحكومة وتمثيل مصلحة الشعب. كما ينتظر مجلس النواب المقبل العديد من الملفات، منها ملف الاقتصاد والتخطيط لمواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل تبعات أزمة وباء كورونا، بجانب دور البرلمان الرقابي للحكومة في أدائها لوظيفتها. ويتنافس في تلك المرحلة بالنظام الفردي 2085 مرشحا في 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 142 مرشحا يتنافسون في دائرتين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومرحب بضيفتنا الأستاذة ولاء نعمة الله، رئيس وحدة البرلمان بجريدة الوطن. يعني أستاذة ولاء، الصوت الانتخابي بيستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقا للشروط القانونية والدستورية. كيف ترين استعدادات الدولة بأجهزتها المعنية المختلفة لإنجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية؟ أولا صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك. الحقيقة الدولة المصرية قامت بدور كبير جدا في تأمين الانتخابات، يمكن ده شفناه بشكل كبير في المرحلة الأولى من الانتخابات واللي جرت في 14 محافظة. بالتأكيد الحقيقة الاستعدادات للمرحلة الثانية اللي هتنطلق إن شاء الله بعد ساعات قليلة بدءا من الغد في 9 صباحا على مستوى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، في تأمينات يعني على كافة المستويات. يمكن وزارة الداخلية قامت بدور حقيقة كبير جدا، وأيضا وزارة التنمية المحلية. يبقى الدور الأكبر على الناخب هو يعني في المشاركة في هذه العملية. طب أستاذة ولاء، يعني المرحلة الأولى يعني حصلت على بعض الإشادات من بعض بعثات المراقبة دوليا، لو كلمنا عن أسباب نجاح المرحلة الأولى وزي إن احنا نبني عليها للمرحلة الثانية. خليني اقول لحضرتك ان احنا بنجري انتخابات في ظروف استثنائيه، وكان السؤال دايما يعني انا كمحرر برلماني كنت دايما بسال النواب في الفصل التشريعي الاول احنا هنقدر نعمل انتخابات، فما كانتش الاجابه واضحه. لكن الحقيقه نجاح الدوله المصريه في اداره الازمه الخاصه بكوفيد 19
19 كورونا أكدت إن إحنا قادرين إن إحنا نجري انتخابات بشكل جيد، ويمكن ده رقم واحد يعني، دي كانت من العلامات المهمة جدا. إن لو حضرتك تابعتي طبعا التصويت في الخارج، التصويت في الخارج للمصريين تم بشكل يعني شديد التنظيم، وانعكس أيضا بآثاره على داخل مصر. الحقيقة كان في إجراءات احترازية تمت داخل كل كافة المقار الانتخابية، عفوا كافة اللجان الانتخابية. كمان فكرة ان الدولة حاضرة في كل يعني ساعة من ساعات التصويت، ده عمل حالة من الإسراء، وأكد قدام المتابعين من الخارج ان مصر قادرة انها تنظم الانتخابات البرلمانية ل 2020. طب يعني حضرتك قلت ان الانتخابات بتجرى في ظروف صعبة، ان كانت ظروف اقتصادية او سياسية او كوفيد 19، يمكن الدولة كمان وفرت كافة المحفزات للمشاركة في العملية الانتخابية، ويبقى دور المواطن او الناخب الإيجابي وإحساسه ووعيه إن هو ده واجب وطني يجب أن يكتمل الاستحقاق الدستوري ويجب أن يشارك. طيب انا هاخد من كلام حضرتك لان هو مهم، واكد على اكتر من نقطه. النقطه الاولانيه ان احنا هنبقى قدام برلمان في يعني تفاصيله في 2020 هيكون مختلف اختلاف كلي عن برلمان 2015 لاسباب كتير. السبب الاولاني ان برلمان 2015 ما كانتش الدوله المصريه بكافه مقدراتها قادره انها يعني تقف على ارض صلبه، كنا خارجين من ازمات كتيره جدا. حقيقه برلمان 2020 هيكون قدامه حاله من الثبات والاستقرار على كافه المستويات. كمان التعديلات الدستورية اللي احنا أجريناها في يعني كفلت للعديد من الفئات ان هم يكون ليهم تواجد بنسب كبيرة داخل البرلمان. أخص بالذكر المرأة، القيادة السياسية الحقيقة مهتمية بتواجد المرأة بشكل كبير في كافة المواقع، وده هيظهر ظهر الحقيقة في مجلس الشيوخ. احنا عندنا كفاءات من المرأة موجودة في مجلس الشيوخ، وان شاء الله في مجلس النواب هنشهد ده. ايضا في تواجد بالنسبة للشباب والعمال والفلاحين والاقباط. اذا انت هتبقي قدام توليفة، انا دايما اقول توليفة، توليفة من المصريين اللي يقدروا ان هم يعبروا عن كل قضايا المجتمع المصري تحت قبة البرلمان. يبقى ان الناخب يكون متواجد ومشارك ويقدر ان هو يعني يحقق اللي هو يتمناه في خلال الخمس سنين اللي هم فترة الفصل التشريعي الثاني. ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ لان مهم جدا ان احنا واحنا رايحين ننتخب نبقى عارفين احنا بننتخب مين. احنا قدام يعني حوالي 2085 مرشح بياخدوا الانتخابات على المقاعد الفرديه في 70 دايره يعني على مستوى ال 13 محافظه، وعندنا 140 مقعد ممثلين في القوائم الانتخابيه اللي بياخد عليها 3 قوائم. فبالتالي مهم جدا ان هو يبقى عارف هو بيختار مين وبعنايه شديده. طب ايه المعايير اللي ممكن الناخب على اساسها ان هو يختار ان كانت يعني فردي او من خلال القايمه، لانها مسؤوليه تجاه المجتمع وتجاه الوطن كمان؟ طيب خليني اقول لحضرتك عدد من النقط المهمه. النقطه الاولانيه ان انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا قدام برلمان مختلف في جميع الفئات المشاركه فيه، فبالتالي انت كناخب المفترض ان انت تبقى محدد ايه هي اولوياتك. انت محتاج ايه من النائب بتاعك في المرحله الجايه؟ محتاج ان هو يعمل لك خدمه والسلام. اكيد احنا واحنا يعني في نقطه مهمه استاذه لازم اوضحها قدام مشاهدينك، ان احنا واحنا بنعمل التعديلات الخاصه بقانون مجلس النواب كان عين المشرع على فكره ان احنا ما زلنا في المجتمع المصري مهتمين بنائب الخدمات، فبالتالي قدرنا ان احنا نعمل مزج ما بين الانتخابات اللي بتتم على المقاعد الفرديه والقوائم الانتخابيه. القوائم الانتخابيه ضمت كفاءات و يعني شخصيات تقدر انها تحقق المحتوى المطلوب في التشريعات. النائب الخدمي ايضا موجود في المقاعد المخصصه دي اللي هي حوالي 284 على مستوى الجمهوريه. فانت وانت بتختار يا سياده الناخب بعد اذن حضرتك تبقى مدققه جدا في مساله اختيارك، ما تختارش واحد بيقول لك شعارات، ما تختارش واحد بتشوفه يوم ويختفي عنك الخمس سنين، لا تبقى معني يعني بعنايه شديده جدا في انك وانت بتحط صوتك، صوتك ده بيمثلك وبيمثل اسرتك وبيمثل الدايره بتاعتك وبيمثل المحافظه بتاعتك وبيمثل
ال5 سنين جايين الدولة المصرية مش تقدر تعمل كل حاجة لوحدها. الدولة المصرية بتقوم بمشروعات كبيرة جدا ومهمة جدا، لكن كمان واحنا بنعمل البرلمان ده واحنا سايبين لك النائب الخدمي، لازم هو كمان يبقى واخد باله ان محافظتك لو فيها خدمات ناقصة هو المعني ان هو يحققها لك من خلال التواصل مع الجهات الأخرى. لو محتاج فرص للعمل هو ايضا، يعني اتصور ان في، يعني الحقيقه كان مشهد ايجابي ان في عدد من المرشحين في الانتخابات سواء المرحله الاولى او الثانيه كانوا نازلين ببرامج بيتكلموا فيها عن فكره ان هو ازاي يوفر فرص عمل من خلال ان الدوله بتدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، فازاي ان هو يقدر ان هو يوفر من خلال القرى اللي موجوده في عدد من المحافظات ان هيبقى فيها بيئه تكامليه انتاجيه. فأنا شايفة إن الحاجات دي مهمة جدا في عملية الاختيار للمرشح النائب القادم في البرلمان. طب لو اتكلمنا عن أهمية وجود الوعي السياسي والوعي الاجتماعي، يعني الانتخابات بتعد أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية. الوعي السياسي الحقيقة عند المصريين نما بشكل كبير جدا من بعد ثورة يونيو. الحقيقة احنا عندنا يعني الطوابير دي ما كناش بنشوفها قبل كده اهوت، يعني فكره ان الناس تبقى موجوده، نسبه الشباب اللي موجوده امام اللجان الانتخابيه لادلاء باصواتهم، دي كلها مؤشرات جيده جدا. ويمكن ده يرجعنا لنفس السؤال اللي حضرتك سالتيه في الاول، فكره ان احنا كان في اشاده دوليه باجراء الانتخابات، لان الحقيقه ان اما تلاقي ان كل فئات المجتمع مشاركه في العمليه الانتخابيه ده بيؤكد ان احنا عندنا حاله من الوعي والنهوض بفكره المشاركه السياسيه. عايزه اقول لك ان واحساس الناخب كمان ان ليه صوت وليه كلمه. ليه صوت وليه كلمه وما اداش حد وما جاش، دي مهمه جدا. وان العمليه بتتم بشفافيه ونزاهه شديده، ده محقق فكره الامان عند الناخب. فانا بتصور ان حاله الوعي اللي موجوده دلوقتي، خاصه وان احنا بقى عندنا كيانات تقدري تقولي حضرتك بتحقق لنا المنتج اللي احنا ما كناش موجود قبل كده، هي فكره ان احنا ما كانش عند الشباب اي انتماء لفكره ان هو يعني يخوض انتخابات او يشارك في عمليه سياسيه. الحقيقه يعني لو نتكلم على حاجه زي كيان التنسيقيه الاحزاب، ده الحقيقه خرج لينا منتج قوي جدا، اكاديميه الشباب اللي تحت رعايه السيد الرئيس، يعني برضو خرجت لنا صفوف من الجيل القيادات الصف الثاني موجوده دلوقتي في كافه مواقع الدوله. ده كله كنا عايزين نتكلم كمان عن اهميه تنسيقيه شباب الاحزاب ودورهم الفعال على ارض الواقع. ما انا بقول لحضرتك ان تنسيقيه الاحزاب عملت حاله من الحراك، وخلت الاحزاب ده يعني لو حطيناها كده في بين تنصيص تصحصح. لا يعني الاحزاب السياسيه في مصر باستثناء حزب او اتنين هم اللي كانوا بيشتغلوا على ارض الواقع، لكن لو احنا بنتكلم على التنسيقيه ضمت مجموعه من الشباب والقيادات اصحاب الكفاءات. ويمكن واحنا بنتكلم على تجربه الغرفه الثانيه للبرلمان مجلس الشيوخ مثلا، لو شفنا الناس اللي جايين بممثلين لهذا الكيان التنسيقيه، تتاكدي ان الناس ديت عندها وعي وفكر وعندها انتماء للدولة وحريصة جدا انها تشارك في كافة التشريعات وكافة يعني الامور اللي بتخرج عن البرلمان المصري عشان تحقق معادلة مهمة جدا، وهي معادلة ان انا واقف في صف يعني في ظهر الدولة المصرية مش لوحدها، يعني هي في النهاية منظومة حضرتك متكاملة عشان نقدر ان احنا ان شاء الله نحقق التنمية الشاملة اللي احنا يعني بنستهدفها في 2030. احنا كمان شايفين دور الشباب الفعال مش بس لإنجاح العملية الانتخابية لكن لمشاركته هو بنفسه وشخصه في الانتخابات، يعني شايفين مجموعة من الشباب بيرشح نفسه، حضرتك شايفة ده ازاي؟ التعديلات يعني الأجريات سواء التعديلات الدستورية أو التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب ادت مساحه كبيره زي ما قلت حضرتك، عملت توليفه مهمه جدا من الناس اللي بتخوض الانتخابات. زمان كنا يعني لان انا بتابع البرلمان حوالي مثلا داخله في 17 سنه، فكان دايما في وجوه معينه هي اللي بتيجي البرلمان، معروف الدايره دي بتاعت كذا، لكن الحقيقه ان الانتخابات دي وانا بقول لحضرتك وباكد مره تانية ان الوجوه مختلفه، 70% من برلمان 15 مش موجود في برلمان 20. ده بيرجع لفكرة ان يعني بقى فيها حالة من الثبات والاستقرار عند الشخص اللي هو داخل الانتخابات، ان هو عارف ان الدولة في ظهره، لو هو حد
صاحب كفاءة وقادر ان هو يخدم سواء المرشحين على مستوى القائمة او المرشحين على المقاعد الفردية، فهو عارف ان هو هيكون موجود هنا وهيقدر ان هو يسد هنا. نرجع للنقطة الأساسية، هي فكرة تواجد الناخبين ومشاركتهم، لأن هي ديت اللي هتظبط الميزان كله، يعني كل حاجة معمولة بشكل جيد جدا حتى هذه اللحظة، ويمكن المرحلة الأولى بتؤكد على المسألة ديت. طب لو اتكلمنا عن دور المرأة وأهمية دور المرأة في تفعيل العملية الانتخابية وحث الأسرة على المشاركة. الحصان الأسود دايما احنا مسميناه الحصان الرابح، لأن المرأة يعني من ثورة 30 يونيو وهي موجودة، يعني تقدري تقولي كده إنها قالت لكل فئات المجتمع خد بالك أنا موجودة وموجودة بقوة وأشارك، ولو أنت عايز تخش تشارك معايا اتفضل، المساحة متاحة. فده الكلام ده ترجمته إن الأب بقى بينزل، الأطفال يعني الأبناء بقوا الأبناء ينزلوا، الأصدقاء بينزلوا، في ناس بتنزل يعني بتجمع بعضها، وبتحس إن هو ده دايما نقول عرس ديمقراطي، فالناس تقول لك ليه عرس ديمقراطي؟ لأن بتحس إن هي عاملة زي وهي ليلة بذاتها العيد، كمان زي بتشارك ليلة في العيد. يعني الانتخابات الست بتاخد جارتها وتنزل بيها، تاخد ولادها اللي هم يعني كملوا السن اللي هو يتيح ليهم الإدلاء بصوتهم، ويروحوا مع بعض كأنهم رايحين فسحة. فده بيؤكد ان احنا بجد قدام مشهد مهم جدا، مشهد بيقول ان احنا ماشيين في طريق ان شاء الله يعني هيكون فيه ثبات واستقرار. وكمان المرأة كمان بتسعى ان يكون ليها مقاعد داخل البرلمان. احنا اتكلمنا كده على الناخبة، لكن لو اتكلم عن المرشحات للمجلس، احنا عندنا كفاءات ان شاء الله هنشهدهم في برلمان 2020، سواء على القوائم الانتخابية يعني. والقوائم الانتخابية الحقيقة خليني اقول لك ان فيها نسبة من الشابات اللي هم ممثلات لتنسيق الاحزاب موجودين في القائمة، وايضا هنشوف كمان يعني معركة كويسة هتاخدها المرأة في المرحلة الثانية على المقاعد الفردية. طب حضرتك حالة الاستقرار السياسي في مصر شايفاها ازاي من خلال العملية الانتخابية؟ مترجمة يعني مش محتاجة الحقيقة ان انا اتكلم عنها، لانها مترجمة في دور اجهزة بتقوم بكافة الاستعدادات، وما بتقومش بيها في ساعات قليلة، لا بتقوم بيها على مدار ايام قبل اجراء العملية الانتخابية. واضحة للجميع ان حالة الاستقرار وحالة الامان اللي بيشهدها الشارع المصري منعكسة على حالة الناخب اللي موجود، حالة الشباب اللي بيشارك في الانتخابات، حالة المرأة اللي متواجدة وبقوة، يعني ما كانتش يعني يمكن دي كانت رسالة عالمية يعني كمان. هي عايزه اقول لحضرتك ان كان البعض بيرى ان هي ايه فرح ثوره يونيو ده هينتهي وخلاص المشهد هيتبدل بعد كده وكل واحد هيرجع لحزب الكنبه بتاعه. الحقيقه مش كده، الحقيقه ان احنا بنتغير، الحقيقه ان انا يعني بقول لبنتي اللي هي لسه صغيره يعني ايه انتخابات، عشان تبقى عارفه، عشان وهي بتكبر تبقى عارفه ان هي ليها دور ودور مهم. واتصور ان كل امراه دلوقتي في المجتمع المصري بتقوم بنفس الدور ده، لان مصر بالمشهد اللي احنا شايفينه بدور اللي بتقوم بيه القيادة السياسية بجهود الدولة على كافة المستويات، بيؤكد ان احنا محتاجين احنا كشعب كمان نبقى في ظهرهم. احنا في النهاية بنشكر الأستاذة ولاء نعمة الله رئيس وحدة البرلمان بجريدة الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل، مشاهدينا انتظرونا.